إن شاء الله اليوم رح ناخذ عن الباراجراف بيج 20. إذا تذكروا المرة الماضية أخذنا عن التول بار وأخذنا عن الفونت وأخذنا أجزاء الفونت، تمام؟ هلأ نرجع نتذكر كيف إحنا بنفتح برنامج الوورد. بنيجي على ستارت، من ستارت أول بروجرامز، من أول بروجرامز بختار مايكروسوفت أوفيس، من مايكروسوفت أوفيس بختار شو؟ برنامج الوورد، تمام؟ بدور عندي أنا وين مايكروسوفت أوفيس، تمام؟ هاي مايكروسوفت اوفيس، من مايكروسوفت اوفيس بدور وين برنامج الوورد عندي موجود، تمام؟ هاي برنامج الوورد، تمام؟ بضغط عليه. اما الطريقة الثانية باجي على السيرش، تمام؟ باجي بكتب اسمه مثلا وورد، تمام؟ بكتب وورد فبطلع لي وورد 2013، فانا اللي عندي اصدار 2013، تمام؟ فبفتح عندي أنا برنامج الوورد، تمام؟ هيك أنا فتحت برنامج الوورد، تمام؟ إذا تتذكروا المرة الماضية أخذنا بهوم، أخذنا عن التول بار كامل، صح؟ أخذنا عن الفونت، حكينا بالفونت عن الفونت سايز، الفونت سايز عفواً، حكينا بالأرقام وحكينا عن الـ A capital والـ A small إنه بتكبر وبتصغر يعني كحجم كسايز. بعدين حكينا عن الـ type font، الـ font type هي نوع الخط، في عنا كتير أنواع أنا بختار اللي بدي إياه. حكينا عن الـ font style اللي هي الـ bold بتخلي الخط غامق، الـ italic بتخليه مائل، والـ underline تحتيه خط. وحكينا في جنب الـ underline يا مسهم بضغط عليه بختار نوع الخط اللي أنا بدي إياه، تمام؟ بعدين حكينا عن الفونت كولر، اذا متذكرين حكينا بالفونت كولر انه بغير لون الخط، تمام؟ واخر اشي حكينا عن الفونت هاي الهايلايتر كولر، تمام؟ تكست هايلايتر كولر انه زي بعمل انه ايش بعمل هايلايت على الكلمه اللي انا بدي اياها، كاني بعمل تظليل على الكلمه اللي انا بدي اياها. وحكينا لكم دائما لما اجي انا بدي اطبق لازم دائما اضلل التكست او اعمل سيلكت للتكست تظليل للنص بالأول، بعد ما أعمل تضليل بروح بختار التنسيق اللي أنا بدي إياه. ما ضللت النص عندي ما بقدر أعمل أي تنسيق من التنسيقات، تمام؟ نطلع يا مس هلأ هون على عندي أنا عندي فقرات، تمام؟ إحنا اليوم رح ناخد عن الباراجراف page 20، تمام؟ هلأ بالباراجراف بهمني تعرفوا أربع أشياء، تمام؟ بهمني تعرف ال alignment، تمام؟ ال alignment هي المحاذاة اللي هما عندي هدول اللي هي left center right و justify، تمام؟ أنا في عندي هدول الأربع أشياء بالباراجراف اسمهم alignment. alignment يعني بالعربي محاذاة، يعني محاذاة النص. بدي إياه أنا لليسار، بدي إياه للوسط، بدي إياه عفواً لليسار، بدي إياه للوسط، بدي إياه لليمين، بدي اياه justify. شو يعني justify؟ يعني ضبط كلي لا الطرفين. هلا شوفوا هلا بدنا نطبق على البرنامج، بدنا نطبق على النص الموجود عندي. هلا اذا بتلاحظوا انا عندي يامس، خليني اعمل كل فقرة الوان، تمام؟ بدي اعمل هاي الفقرة هي ضللتها، بدي اعملها احمر، تمام؟ بدي اعمل الفقرة الثانية اللي هون، هاي فقرة ثانية عندي، بدي أغير لونها مثلاً لا الأخضر. الفقرة الثالثة هاي أنا لونت لك إياهم بس عشان تعرف إنه قديه فقرة أنا عندي تميز بيناتهم، تمام؟ عملتها أزرق. وآخر فقرة أنا بدي أعمل لها لون مثلاً بدي يكون لون يبين معي بني، تمام؟ وأعمله كله بولد عشان إيش يكون، عشان ايش واكبر الخط شوي، تمام؟ هاي كبرت الخط شوي. اذا بنلاحظ عندنا يامس عندي فقرة فقرتين ثلاثة اربع فقرات عندي بالصفحة هاي، تمام؟ هلأ انا بدي اعمل alignment. انا اجيت حكيت لك هون اعمل لي alignment للفقرة الاولى لجهة اليسار، تمام؟ بس قبل ما اعمل alignment انا بدي اعطيك يعني اشي عشان انت تعمل. شايفين يامس هدول
هدول